الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، صحابي جينا صدناد أو كان بش رمضان صدن كيما الموت أنو صحابة طبعا لين صحابي جدا بيوت علقوا مجاب عبد الرحمن ابن عوف نبي قد عدي سوحاء هيد. بارك الله لك فيما أعطيت إلهي يكون بركة وحد بحسي، وبارك الله لك فيما أمسكت وحد رهبتنا إلهي يكون بركة. نبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له. وحين صوم ري مركز الصحابي اللي جهد له قيب دينك كم ذا يضو دينك انتي سدن يقيميت كل دون اي سدا اي تهي وعمل فلان هدنا وحكو صبح يا سحابي وعلم ان سعداء سيد ابن عباس مكة لك هل يأكل سحابي ان زهدي سعداء سيد ابو الدرداء مكة لك هل يأكل سحابي كان مكة ما انت وسحابي انفاق سعداء جعان فرن وسخئه وحنا كل جيرا طبعا كي جنة لو بشاري وحكومة تيستي إي درجة لو كجاري برنا إنا نغانو رنانتي المبشرون بالجنة وضد حلقة لبنتي سحابة ده الدور كودي وددكي يو رن وبديي من باجهاتك ماشي سرك الجاري من با علمي مال سرك جاري من با انفاقي مال سرك جاري ليس كما بهن يغو نول بارض جود كده اما جود كده ان ولا صعده اهل جناتين ليس كما بهن جنة ان لو بشاري هل كي جنة ذك جلي ان امو قتو سهلا معين وحي كو جارين با نغانين. الدبر هذا الصحابي سي في جي سوحو كوبين هاي افر قضب العرس تا كجرة دلش يسمرك الله عليه. كو هو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام سديد دي الروح إسلام كأوجه الرئيسي مرك إسلام كأوجمد إسلامي بكمليها. لبو وأحد العشرة المبشرين بالجنة طبعاً الجنة اللي هو بشاري متكمدوا. سدح وأحد الستة أصحاب الشوراء يوم اختيار الخليفة بعد الفاروق الكجرة لحدي قدق تشيق هيد إيه الله دورتي إن أي دورتان إدي خليفة النقل لهي باسك كرسي الكفر يسن لهي مركي عمر بن الخطاب وكبحي مركي للدورني أفر هذا النفر الذين كانوا يفتون في المدينة ورسول الله صلى صلوات الله وسلامه عليه حي قائم بين ظهران المسلمين وكجرة ذاتك فتوان جري المدينة المنورة إلى رسولك تاجا رسولك أنوال صلى الله عليه وسلم. يعني هذين نقول له الإسلام كي أوجه الرينة سديدة سكجرة جنة نواتا إساغ أنوال ليروا الجري دونتا بوسكا مركي تاجا مقام سياسي أنا وكان قدقي تشيق كجرة مقام ديني مركي تاجا وكان مفتقي أحرار النار معنى ماشي يقول سريس بن آدم وصوتها بته الدنيا آخرة بقى عن تهرنت إلهي وقليل. كان اسمه في الجاهلية عبد بن عبد عمرو جاهلية دي وحليه بن عبد عمرو. فلما أسلم دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن مركو إسلامي كده بأن نبي قمع كبدالي وحيه عبد الرحمن ذلكم هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه كينا أن كهر لينائي وأنك عبد الرحمن بن عوف إلهي كراد النقدين. أسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. عبد الرحمن وحو إسلامي إنتو سن رسولك صلى الله عليه وسلم أنو رك كدي جانين دارتي لم يقع بعد دار الأرقم من الأرقم وحا هيد مال يرو حرون يرو رك يرو يد أشنكو أدينه ليس قاريو ذكا كلا كفارتا إسلام كنا مكة و وجب ويهاي حتى الكفي قنعي بالله ويهاي ولي رنتي أنو سانتي لولك لهلين مركي دتي فرقو تيرسك أها
halkaasi dhuumaala u geli jiray daar alarqam intaan la gaarin buu ka islaamay isagu. Marka waxaa fahmaysaa inuu yahay dadkii ugu horreeyay. Wadalika bacda islaami asidiiqi biyawmayn ithnayn, wuxuu Abubakar ba ka dambeeyey 2 maalmood. Abubakar markuu islaamay 2 maalmood unbaa u dhexeysay. Walaqiya min alcadaabi fi sabiili illahi maa laqiya almuslimuuna alawaluun, wixii cadaaba oo dhibah oo dadku muslimiinta ay kala kulmeen wadada ilaaha ee diinkiisana buu la kulmay. Fasabara wasabaruu wathabata wathabatuu, isaguna wuu sabray say muslimiintuna way sabreen, wuu sugnaaday muslimiintuna way sugnaadeen. Wasadaqa wasadaquu, wa uu ka run sheegay iimaankii uu sheegtay iyaguna way ka run sheegeen. Wafara bidiinihi ila alxabashati kama fara kathiiru minhum bidiinihim, in fara badan sida ay diinkooda ula baxsadeen xagga ay alxabasha, isna wuxuu ku jira dadkii markaa farxad ka ahaa u qaxay xagga alxabasha si markaa diinkiisu ula badbaado. Marka waxaad dareemaysaa haddana muslimiintana dhibkin ula dhadhamiyey nin maaha maray isku toostay oo islaamku awood u yeeshay oo isagu wuxuu ciddii cadowgiisa iska dhicin kara qof soo gala maahayn. Laakiin markii bahashu ay qaraarayd xaaladu xaalad xun lagu jiray, almarxala alxaarija ay ahaydna waa u taagna. Wixii sabar ahaa oo loo baahnaana waa ula yimi, wixii sugnaanana waa ula yimi. Markii nabiga sal alla alay wasalam uu yidhi meelaad kaga badbaadaan kuwan daydayda oon xagga ay xabasha markii la aadana dadkii ugu horreeyay baxayba ku jiray. Marka xataa hijradii madiine intaan la aadin dadkii hijrada. Walama udhina lilrasuuli sala allahu alayhi wasalam asaahibi lhijrati ilmadiina kana fi طaliicati lmuhaajiriin aladiina haajaruu lilahi warasuuli, markii nebi maxamed loo idmay iyo saxaabadiisa inay u hijroodeen xagga almadiina munawara, raggii hormuudka ahaa ee ugu horreeyay ee xagga almadiina munawara aadayba ku jiro ilaahay rasuulkiisa dartii marka u hijrooday. ولما أخذ الرسول صلوات الله عليه يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، آخى بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه. طبعا وقتي مركي مدينة لتين النبي واتو صدح قضب وقب بالأرض يعني قندقي أمضى بلشدا عصب كوميونيتي عصب هكا تيجي صدح قضب واتو النبي صلى الله عليه وسلم طلاب واتو قاضي طلاب تكواد وحيد مسجد كين لبسه طلاب طلاب وحيدين ولا ليسي ولا ليين النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين أنصار tii saddexaadna heshiisyadii lala galay dadkii aan muslimiintahna meesha deganaa. Marka nabiga sal lay sl markuu meesha tegey akhada yuaakhii, wuxuu walaaleeyey bayna almuhaajiriin waalansaar, muhaajiriin oo dadkii nabiga la yimida iyo alansaar dadkii halkaa kusoo dhaweeya. Aakhaa bayna wa bayna sacd ibn rabiic, isaga iyo sacd ibn rabiic ayaa waxaa la yihi walaalaatihin radiallahu canhu. Markii la yidhi walaalaatihin macnaheedu waxay tahay wixii xuquuqa oo labadooda dhalatay ka dhexeeya oo kala ka dhexeysay yaanayba ahaanin dad biological u wada dhashay laakiin diinka walaaleeyay. Markaasuu faqaala sacdu liakhiihi cabdiraxmaan ibn cawf, sacd baa marka hadlo, cabdiraxmaan baa la hadlay. Sacd marka waa ansaari madiinuu degan yahay, cabdiraxmaan waa nin soo qaxay oo yimid halka uu la hadlo. Wuxuu yidhi ay ukhay walaalo, ana aktharu ahli lmadiinati maalan, reer madiina ninka ugu xoolo badan baanay haddaan sacad ahay. Wa cindii bustaanaan 2 beerood oo asendooyinna waan leeyahay, walii imra'ataan 2 haweenayna waan leeyahay xaasiya. Fandur ayu bustaanaya axabu ilayka xataa ukhrija oo akhruja laka canh, 2 beeroodaan leeyahay, 2 aseendaan leeyahay, bal indhaha la raaco middaad jeclaatid ii sheeg aan kaaga bixiya aad la wareegtid. Wa ayu imra'atayya ardaa cindak xataa utalliqaha lak, 2 haween aan leeya xaasaska iyahana midaad is leedahay tan baa runtii munaasib kuu ii sheeg aan kuu furay si aad u guursatid. Bimacnaa waxaanay xataa suurtagal ka ahayn labadooda dhalatay maanta. Waxaanu ka hadlaynaa 2 arrimood markaad milicsatid, inta runtii uu mabda'aasu uu dhidibada u aasmay runtii waxaa kuu soo baxaya inuu ahaa madda sida rabay markaa u meelgalay institutionka kan oo weligeed aan la arkin. Isweydiinta waxay tahay kow, dadka kanu waxay ka soo baxeen casr jaahili oo dagaalla waxay ku jireen 100 iyo gog oo sano socday, oo kii hadda qaan gaara hubka u qaadanaya aabbahaba kii dili, awowaha kii dili, abtigaa kii dili, baadgoobu marka u dhaqaaqay. Dadkii sidaa ahaa ayaa jacaylkoodu wuxuu gaaray inuu yidhaahdo miyuu xoolahayga waxaad doonti ka qaado. Waxaa kaloo kaaga daran carabtii lagu yaqiin masayrka ihinaasa oo extreme ah, weli wax la qiyaasi kara aan ahayn,
inuu yidhaahdo labadaa dumara ayaa xaasas ii ah, midda adiga ku yaab gelisa oo aad noocan ma la dhacdid ii sheeg aan kuu furay marka aad guursatid. Taa bimacnaa iyaduna maanta suurtagal maa, mowqifkaa buu soo istaagay Sacad ibn Rabiic. Bal jawaabta arag. Faqala Cabdiraxmaan liakhiihi alansaari, Cabdiraxmaan wuu jawaabay, walaakin wuxuu ku yidhi baaraka allahu laka fii ahlika wa maalik, ilaahay kuu barakeeyo xoolahaaga iyo reerkaagaba. Walaakin dullani cala suuq, laakiin waxaad itusaa un keliya halka beec mushtarka laga galo oo suuqan itus. Nin wuxuu ahaa hadafkiisa iyo yoolka u ganayo iyo halka u xariiqan yaqaan siduu u abaari lahaa. Fadallahu calayhi fajacalahu yatajir, wuu tusay, wuxuu yidhi halkan baa laga shaqaystaa, laga beec mushtara. Wuxuu bilaabay marka inuu shaqaysto, watafiq yashtari wayabiicir, wuxuu bilaabay marka beec mushtari inuu galo oo wuxuu gadgadiyo, ribix buu helaa, faa'iiduu helaa, waxbuu kaydsadaa. Wama huwa ila qaliil, in yarba kama soo wareegin, xataa ijtamaca ladayhi mahru imraati fatazawaj, wuxuuba urursadaba xoolo ku filan oo uu marka uu haween ku guursan karo mahar uu ka dhigan karo. Wajaa arasuul sala allahu alayhi wasalam calayhi salaatu wasalaam calayhi tiib, ninkuuba guursadaba maasha allah isagoo marka maaha marka miduu guursanayo maaha tii walaalkii aan kuu furo maayo meel kale uu ka raadsaday. Kadib nebigu u yimi isagoo marka catarkii udgoonkii iyo wixii marka ay markaa kasoo gufaacayaan. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نبي مركو أركويل فقال له الرسول صلوات الله عليه ما هي يا عبد الرحمن هي في ورن ما شاء الله لا اللي مركو أركنين إسبدلا يحوجا نور يكم مغضوم الساعة تري نمبر السوق هيا جيم بارك. فقال يحيى تزوجت وان قرص رسول الله. فقال يحيى ما أعطيت زوجتك من المهر أم حاسس حول المهر؟ قال وزن نواة من ذهب إن يرأى ذهب أي نسيب المهر أورغلي. فقال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة هدبة ولي ما نصمي حوغة ما عرفت قوس عيل السير وإن لقاه له ولي ما يرو حتى ربا الله كدية بارك الله لك في مالك حولها كان الله كوب بركة. النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ده ومالك أيضا. قال عبد الرحمن وحيد فأقبلت الدنيا علي الدون ورنبا يسور رسد حتى رأيتني إلا أن أركي لو رفعت حجرا هدان دغح غوري يا لما دغح ميل يا هدان كر وقاده لتوقعت ان اجد تحته ذهبا او فضه ان مركا فيلو ان ان كهوس هلو ذهب اما قال انه هوس يا لما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انت اين ان اوغد جلين صحابي كان يو مواقفتي كلا دوني دي انفاقي مركا موجينيسي موقف كان مركو النبي انستيتوشن كان الى الان وسترن كوي دراسيه مركي تاريخ ده law lab early stage in the Islamic history marka dib loogu laabto institution kan ah in dad la walaaleeyo ay saa u dhaqmaan waxay ka mid tahay waxyaabaha ee runtii aad aad ula yaabaan, waxaana ka mid tahay mabaadiida islaamkan uu soo kordhiyey oo meel kale aan lagu hin. Taas waa mid waxay cajab geliyay mar walba aan aqriyo qisadan ninka saxaabiga inuu yidhaah dullani cala suuq, nacam walaalkaa uu kusoo dhaweyn karaa gurigiisa iyo jeebkiisa uu kuu furi karaa, laakiin inaadan noqon way qof culays oo dadka culays ku noqdo. Markii wuxuu yidhi waxaan rabaa waad mahadsan tahay xoolahaagan allah kuu barakeeye, marun itus meesh marka laga beec mushtarto. Waxaa laga qaadanaya haddana qofka muminka ah in noloshiisu aanay noqonin qof dependent ah oo maantana dad kale ku tiirsan oo meelkun wax ka sugay, yani bimacnaa in maantan ceer lagu soo qufo oo ee ma aragta la yidhaah damaan ijtimaaci ha qaato oo oo qofku uu noqdo qof dhaqaaqaya marka shaqaysanaya. Nacam, wadamada marka la yimid waa la soo dhaweeyey, guri baa laysi siiyey, waraaqaa laysi siiyey, jaabkaa laysu buuxiyey, baylal baa laysi siiyaa, laakiin macnaatu maaha qofka noloshiisa dhan inuu cayr ku noolaado maaha, ilaa yowmi diini inuu ku noolaado maaha, qofku waa inuu shaqaysto wey. Haddii dadkeenan weyninka ku yimid generationkii horreeyey duruufta ayna baday oo kow language barrier inuu jiray, luqadda inoo saamixi weyday, da'baanu ku nimid waan shaqaysan weyne, sidii wax loo baran lahaa suurtagalba ma ahayn, weli xabadii iyo guuxiibaa marka madaxeena ka dhex yeeray waxbanbaynaan qaban kar. Laakiin generationka meeshan ku dhashay ee furasa tacliimiga meel walba ay taal oo waxuu baran karo oo jaamacada kala duwan leh waxbarashada ay free ay tahay, waxaa la rabaa in namadkii waalidiinta aanay soo celin, waddadoodii waa inaanay marin, waddo cusub oo lagu shaqayso inay timaado, qof waxbarto jaamacada nooga soo baxay, qof fiil walbaba inoo buuxin kara, in la helo mujtamac la dhihi karo mujtamaca siiba bulshadeena Soomaaliya dad waxbartay
bulshada muslimiinta dad wax bartay bay ku jireen, la dhihi karaa loo baahan. Laakiin hadday tahay wadadii maaragtay aabahay markuu aniga isoo tahriibinayo tiisan weli ku socdaa waa khalad. Halkan markuu wuxuu leeyahay dullani cala suuq, cala suuq. Meesha marka waxaan u baahanahay in dadka lagu barbaariyo thaqaafat alcamal, lana alcamal cibaada, qofka in la baro culture-ka in la shaqaysto. Walidalika innaga waxaa nalagu xantaa iyadoo dadku hadda ay sidii hore ay ka duwan yihiin haddana in dad shaqada neceb inaan nahay. Runtii taana dhalashaas ma asbaabta haddii ay tahay legislationally marka laga hadlayo shariicada kana xalaala kana xaaraam, runtii wax badan waxaan arkay marka dad su-aalaha ku weydiinayaan wax badan oon xaaraam ahayn, laakiin innaga aan isku adkayna jira, innaga isku adkayna. Wax badanoo xaaraanimadooda ay cad yihiin oo madaxadayga aan u galnana way jiraan. Marka waxaa loo baahan qofka muuminka inuu muwaasana uu sameeyo. Halkaa marka thaqaafadan ah in la shaqaysto oo dadku ay dhaqaaqaan oo ma aragtay aanu dhihin maya anugu magaaladaas fitnadeeda maanta aan masaajidka aan dhex fadhina diinta ilaahay kumagan dhihin subixi min alfajr ila habeenka masaajidka fadhi maanta aan wardi maanta aan qur-aan aqri cid ku tiri malaha. Qur-aanka nebiga sallallahu calayhi wasallam marna wuu jihaadayay, marna reerkiisuu la joogay, marna kaana fii mihnati ahli, marna dad buu la shireeyey, marna nabiga sallallahu calayhi wasallam saxaabaduna saasay ahayn. Qofka muuminka marka waxaad ogaataa macna alcibaada marka laga hadlayo qeexitaanka kale linguistically ama shareec ahaan as a worship marka la dhaha cibaada maxaa la dhaha, annaga macno weyn bay noogu fadhidaa. Qofku markuu iska sheekaysanayo xataa uu leeyahay xoogaa nafiso darsi ay ka soo baxday bal hawada qaado cibaada inagu jirta. Kolleejka markuu fadhiyo waa cibaado, markuu ninka gurigiisa joogo reerka caweyn waa cibaado, haweeneeda markay jikada ku jirto karinaysa waa cibaado, marka nin muslim walaalka soo booqanaysa waa cibaado, hawada marka qaadi yani waxaan ka wadaa cibaadadu iyadu maaha un keliya soon iyo salaad iyo zaka maaha, way iyadu marka way ballaaran tahay. Waana halkii markii Abu Musa al-Ash'ari iyo saxaabiga ay soo booqdeen midna habeenkana iska hordeeyey, midna salaatuleyl u taagnaa, warna salaatuleyl baa aan tukanay xale maxaa u istaag weyday, wuxuu yihi anigu hurdadiidan waan xisaabsadaa buu yihi, ajir baa ilaahay subxaana watacaala kaga raadiyay. Maxaa yeele hadduu aad li seexdo subixii aad libuu shaqada aadaya, hadduu waqti hore seexdo waqti hore uu kalahaya. Marka waxaan rabnaa macnaha ah inaan fahmi karno cibaada cibaada iyadoo ballaaran, cibaada iyadoo ballaaran. Marka dhanna waxay ka tahay spiritually wardigii iyo tasbiixdii, adoo socdaad wardigi kartaa, adoo socdaad qur-aan aqrigi kartaa, adoo noocan masaritaada jiifaad wardigi kartaa. Alladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim wa yatafakkaruuna fii khalqi samaawaati wal ard, diin iyadoo meel kasta geli karta wey. Diinteenuna diinta yahuudda sinagoga keliya ka bixin lalee, maaha tan masiixiyadda churchiga keliya kaniisadaha ka bixina, maaha tan hinduuska tembalka ha ka bixin maaha. Diinteenu waxaa lagu talagalay labiskaaga diinku calaaqa ku leeyahay, raashinkaaga diinku calaaqa ku leeyahay, noocan socodkaaga, fadhigaaga, guriga markaad joogto, shaqada markaad joogto, waa diin lagu talagalay noloshoo dhanba inay daboosho. Halkan marka thaqaafadan thaqaafo aad u qurux badan. Waxaa kaloo laga qaadanaya saxaabigan markii uu guursaday nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri awliin walow bishaatin, inay qurux badan tahay marka la guursado dadka marka in iyada marka wadiimo loo sameeyo waxay ka mid tahay sunnada nabiga sallallahu calayhi wasallam. Ducada nabiga marka aan ogaano markuu nabiga yiri baarakallahu laka fi maalik, nabiga u ducay bal ducada nabiga sallallahu calayhi wasallam waxay mira dhashaan ogaanaya. Wa fi yawmi badrin jahada cabdiraxmaan ibn cawf fi llahi xaqa jihaadi faarda caduwa allahi cumayra ibn cuhmaan ibn kacbin atamimi. Maalinkii badr markii la gaaray dagaalkii badr baa bilowday, dagaalkaa wuxuu cabdiraxmaan ibn cawf uu ku dilay cadow cadowgeeda ilaahay ka mid a oo lagu magacaabi jiray cumayr ibn cuhmaan ibn kacab attamimi ama ataymi ninkaa buu dilay. Wa fi yowmi uxudin thabata xiina zulzilat alaqdaam وصمد حين فر منها الزمون وخرج من المعركة وفيه بضعة وعشرون جرحى بعضها عميق تدخل فيه يد الرجل. دقال كي أحب الله قاري وحكم إذا عددك السجن هذا مركي رنتي أي ددك رنتي قمدوذ أي ساه يد مركا أولي اللي عطي وحكم إذا عددك السجن هذا مركي عنتي فرحان كرتو بحسن كرتا إيه بحسنتي. دقال كي وحو دماذي يد أو dhowr iyo labaatan dhaawac uu jirkiisa ku yaal, qaarkood xitaa dhaawacaas gacantaada gelaysa. Qofka gacantiisa markuu saa u geliyo dolaalka jirkiisa yani saas u dagaalan. Markaan leenahay cabdiraxmaan ibn cawf dhanka infaaqa u badiyey waa kan jihaadkiina wacdaraha muujinay, walaakina jihaada cabdiraxmaan ibn cawf binafsihi asbaxa yucaddu qaliilan idaa qiisa bijihaadihi maalihi, laakiin jihaadkiisa oo nafsadiisa inuu la jihaada oo isagu fisikali macrakadii u joogo waxaa ka badnayd midda xoolihiisa ku jihaaday.
القرآن كان يقول الحريري جاهدوا بأموالكم وأنفسكم بأموالكم وأنفسكم بأموالكم وأنفسكم، القرآن كان يقول بعض أنت مركا إن وقفك أنت سو سافت وقاتو ورنك وقاتو وقابتي وتغن وامد إن حوله سو كبح ودد إله وامد إن مركا تن حالها وكج هذا كبض نيد تي إساق مركا في سكيلو هلك أجوي. فها هو ذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يجهز جيش، يجهز سرية، فوقف في أصحابه وقال تصدق فإني أريد أن أبعث بعثا. نبي ربا إنه أن ببحيه أو ما أركتا ودياريه دويو دقال كوة أما وكسي سعطة مالؤن. النبي يقول حيرو حنو باهانا هاي دتك وحي أن مركة أن كو ديارين لها أن 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 مركة سهي وقدي لها. نبي صحابة دول حيستاق وحيرا تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا صدقيست وحبان ربا إنان إنا ما أردت الدراية عيدا بان دراية ألقى أرك شريعة الإسلام ك نبي قبادتك دحي استاي صدق يست حيا لي دينك صدق هذا ماه إن لا أقري تصدق وكتابك لو أقري لكن دتك وإن لا برو إن أنت اللي دحي استاي ولي لو حلا بحه لأنه حيكمل تاعي شيء سنة ذول إلا إن هدي ما عندنا نسي فيزيكس كانوا أقري إنه أما حساب تي تو بلاس تو لا أقري أو ماشي استاي قرآن توالا صدق يست ولا زكاة ولا الصوم ولا الصلاة وأين نسوم وأين إذا كذب بحين وأين صدق قيسا وما الدين أن لبر إذا خطفت إذا لذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تو استجوي روح لبحة إذا ما دريا. فبادر عبد الرحمن بن عوف إلى منزله وعاد مسرعا وقال مركي عبد الرحمن با أنتو قرقيسي حق هذه بهذا يسوع أرضي صلبت ودق دقي يا رسول الله بيه. عندي 4000 أفركم بنصاهل بيقول أنا هي ألفاني منها أقرضتهما ربي لبنا إلهي بأنا ما هي وألفاني تركتهما لعيالي لبنا محن وقت تقرر كي عيالك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ومرك أولي كلمة دي أردت أهيت بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسك انت تبحي صلى الله عليه وسلم الله كبر كي إلهي أما هيس لبدي يكون كلا أدمال لقى التهرار كأوتا لك شان الله كبر كي مرك حوليس انت بحثنا بركة اللي قد عيه انت صهرتنا بركة النبي صلى الله عليه وسلم قد عيه ومركه وسريع النبي قد يريد لبو. ولما عزم الرسول عليه الصلاة والسلام على غزوة تبوك دقال كي شلئ أن كسو الشيكين من التبوك لغو مقعبو أما درات ودقال كي فقاءها مدينة سقال بقليو قوغة أدري كيلومتر وإله سبحانه وتعالى وكم مقعابي أما ولغو مقعاب ساعة العسرة قرانك وكم مقعاب جيش العسرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم إنه بهم رؤوف الرحيم. جيش العسرة ساعة العسرة جيش أنتو عيدا دقال وقلي عيدا رنتي ك يدبك وقبضا بعيدا كسو قاري هدين نقول له فوقانتا لوس عنوي هدين نقول له لوجيستيكي وتان وكف اللين هدين نقول له نولي يعني مالا قارسينين هدين نقول له قاديتي جيش كمركز النبي صلى الله عليه وسلم وديارينيب وهي آخر غزوة غزاها في حياتي وحين أهد دولانك وقدم بين النبي أنتو نولاء الدولي. كانت الحاجة إلى المال لا تقل عن الحاجة إلى الرجال باهذا الله قبو حولا لهلو كما ينليذا باهذا الله قبو رك دقالما مركز صفكي بوحية. فجيش الروم ضدك الله دقالما وأني منك الروم كا. فجيش الروم وافر العدد كثير العدد إذا كان الله دقالما الروم ترى أهان وضد آدي ربضا مرك إيتاجن تعودد أهاننا وضد مركة وحي هيستان أنا رتي لب بعدي كذي. والعام في المدينة عام جد من نبي جمر كله هل الجهاده أو مدينة للجوج سنة كسنة أبار أي جستوي والسفر طويل سفر كالله سعدا وفقه والمؤونة قليلة جل جس جي نول جي نح يروي ينقف الله والرواحل أقل من أن نفر من المؤمنين والرواحل أقل يعني جديد كلا أديك سنة ينا وحكوف لما ما وأعطان صوت المان هل رتيبة وحلقية بإن طبعا روح يسكب بدلان. حتى إن نفرا من المؤمنين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه في حرقة أن يأخذهم معه فردهم لأنه لم يجد عندهم ما يحملهم عليه فتولوا وعيونهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فصموا بالبكائين وأغلق عليهم أغلق على الجيش اسمه جيش العسرة. الضباء ضد النبي صلى الله عليه وسلم ويمي سمركا اي كجرتو بمعنى حرقه كليل اي حماس اي كجر بين النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان سي
wixii aad markaa nagu dagaal gelin lahayd. Yani xoolay u baahnaayeen, ah waxay rabaan farasi, waxay rabaan seefti, waxay rabaan nooliga ay qaadan lahayd, waxay wadadu ku mari lahayd. Nabigana uu yidhi, waxba idiima hayo, meelaan shilin ka keena ma laha. Markaasay halkaa ka dhaqaaqeen iyagoo ilimeynayo oo ka murugaysan runtii inaanay heli karin waxay wadada Ilaahay ay ku maraan. Qoomkaas nebiga u yimid ee maalinka nebiga isagoo faramaran ay qaabileen waxba aanu heli karin, waxaa loo bixiyay albukaa'iin. Haddaad maqashay, man hum albukaa'uun fi siira, wa iyaga ciidankii dagaal galay sanadkaas, abaartu ay jirtay, dhibaatadu ay jirtay, waxaa lagu magacaabay jeishul cusra, ciidankii waqtigii culayska u jiray dagaalama. Qur-aankana wuu sheegay, waladiina idaa maa atow idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayh tawallaw wacyunhum tafiidu min addami xasana anla yajidu maa yunfiquun inama asabiilu cala aladiina yastadinuunaka wahum agniyaa raduu bian yakunuu maca alkhawaalifi watabaca allahu cala quluubihim fahum laa yaclamuun. Suurat atawba buu ilaahay kaga hadlay qolada. Markii xaaladdu sidaa maraysay, cinda dalika amara rasuulu calayhi salaatu wasalaam asxaaba binafaqati fi sabiili illah waxtisaabi dalika cinda allah. Markaasuu nabiga sal lay sl wuxuu yidhi saxaabadu ula hadla, wuxuu yidhi wuxuu faray in ay wax baxsadaan wadada ilaahay oo ilaahay agtii halkaas ajir ay kaga raadiyaan. Fahaba almuslimuun, marka muslimiintu waa ay dhaqaaqeen, yastajiibuuna lidacwati nabiyi calayhi salaatu wasalaam, iyagoo markaa ajiibaya nabiga baaqiisa uu ku dhawaaqay. Wa kaana fii طaliicati almutasadiqiin cabdiraxmaan ibn cawf, ragga ugu horreeya hormuudka ahaa ee sadaqaysta wax la baxay cabdiraxmaan baa ugu horreeya. Faqad tasadaqa bimi'atay awqiya min aldahabi, wuxuu la baxay 200 oo awqiyadood oo dahab. Waxaan tilmaannay halkii awqiyo 29.75 waa garaamkii. Markii lacagta la qiimeeyo dahabka waa aday 6,000 oo garaam oo dahab buu la baxay maalinkaas. Faqaala cumar alkhataab linabiy, cumar alkhataab aa nabiga wuxuu ku yidhi inii laa araa cabdiraxmaan bin cawf ila murtakiba ithma. Maaragtay cumar alkhataab aa isqaban, wuxuu yidhi ninkan cabdiraxmaan dembi buu ku dhacay buu yidhi. Fama taraka liahlihi shay, reerka waxa ugama tegin, in reerkaaga la qaadiya maahan buu yidhi, shilin ba uma reebin. Faqaala arasuul calayhi salaatu wasalaam, rasuulka markuu yidhi hal tarakta liahlika shayin cabdiraxmaan, cidda wax ma u raabti? Qaala nacam, ha taraktu lahum akhar mima anfaqt, wa atyab, waxaan uga tegay buu yidhi, usoo reebay intaan bixiyay in ka badan oona ka wanaagsan. Faqaala calayhi salaam, nabiga markuu yidhi kam, imisaad uga tagtay, yani aad usoo reebtay? Faqaala maa wacada allahu wa rasuuluhu min alrizqi waalkhayri waalajar, wixii ilaahay uu noo yaboohay iyo rasuulkiisa oo risqi ah iyo khayri ajar, taasaan usoo dhaafa buyi. Yani bimacnaa waa yaqiin. Markaad maqasho yaqiin, certainty, kelmadda yaqiin marka la qeexayo, yaqiin maxaa la dhahaa runtii af soomaali, yaqiin yaqiin wey, laakiin yaqiin waxaa la dhahaa inaad fahmi kartid in haddaad dhahdid kan haddaan bixiyo caawa wuu soo xaroonaya isaga, boqol baan bixiyay, boqolkii caawaan helaya markaad leedahay, taasaa yaqiin. Waad ilaahay ku kalsoonta oo ilaahay ku day aanay kaa ahayn, imtixaan aanay kaa ahayn, waaliri aanay kaa ahayn, inaad ku kalsoonta. Sida matalan wax accountkaaga ku jiro oo ay kaa xigta un keliya, inaad passwordka garaacdid aad arki kartid, saasoo kale waa inaad yaqiinta, taasaa lagu magacaaba. Marka wuxuu yidhi ilaahay iyo rasuulkiisa yabohoodii ahaa risqi iyo khayri ajir in la heli doono, taasaan uga soo tega buyo. Wamada aljeishu ilaa tabuuq, ciidankii waa u dhaqaaqay tabuuq buu aaday. Wa hunaaka akrama allah cabdiraxmaan ibn cawf bima lam yukrim bihi axada min almuslimiin, ilaahay subxaanahu watacaala si gaara ayuu cabdiraxmaan ibn cawf u maamuusay, maamuus aan la maamuusin iyo sharfid aan la sharfin qof muslimiinta ka mid. Maxaa dhacay? Dhacdada dhacda waa tan: faqad dakhala waqtu salaati, salaada waqtigeeda la gaaray, wa rasuulullahi salawaatu llahi wasalaamu calayhi gaa'ib, rasuulkana ma joogo, salaadiina waa la gaaray. قام المسلمين فأما المسلمين عبد الرحمن بن عوف نبي او مقن ايا صلاتي وحا امام نقضي عبد الرحمن بن عوف وما كادت تتم الركعه الاولى حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين ركعتي كوبات مركي الله اكبر ليري او لها دمايستيرو ركوع دي ولي ما ين دمان يودا تي كوبات لو غدا جيرو اي نبي مركاسو جماعتي غدا كاسو غلى واقتدى عبد الرحمن بن عوف وصلى خلفه عبد الرحمن بن عوف بو صلاتي كحرتي وكدبت كذب. فهل هناك أكرم كرامة وأفضل فضلا من أن يغدو أحد إماما لسيد الخلق؟ وما حجر مركة كرامة كوين بضن إي فضل كسر يم يادر
إنه قف نبي إمام النقطة إن النبي إمام النقطة وإمام الأنبياء لمحمد بن عبد الله ومار سيد الخلق وإمام الأنبياء أنبياء ضمن إمام كذا وأقول إن هبين كذا الإسلام من أيه أنبياء ضمن حق على سوت بيت المقدس عند النبي إيه إمام النقطة صلى الله عليه وسلم النبي اللي جمهور مر الدين ولي قد مدين إن مركه وحد على عبد الرحمن عوف نوال الحياة أو بكر نوال الحياة ده شوي من إسلام كذا سدح ما الموت كليه والحياة إذا عبد الرحمن بن عوف شرفتي يقول إنه إنه النبي إمام النقطة إليه سبحانه وتعالى هليك شسي هلك وحلاقة مركه إن ما أردتي يدعي كرت صلاة درساك وأسيحي كرتو وعكر الله قال تهدوس الإمام كما يشد جوغن حيث كلي إنه يجيلي كرتو صلاة يقف كبحين كرتو دب كبحين كران أما دارك دب كبحين كران ولما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى نبي مرقو بنتي جعل عبد الرحمن بن عوف يقوم بمصالح أمهات المؤمنين وحب الله به إنه دريال قارة وسيو أو هوينك النبي وكتجي عدد كودي أنت على أكا مركب حبها عيد مركب كورس وكفكرت بلا شهودة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حولنا كما تيجين لا درهم ولا دينار بارك كما تيجين أكونت سكونت كما تيجين النبي صلى الله عليه وسلم شر مال أجري كما تيجين وحو كتيجين مركع مالهم هو إنك مركع بيلا وحا نينك رنتي آد وقور هاي بيلي جري دريال قال سين جري وحو عبد الرحمن بن عوف فكان ينهض بحاجتهن فيخرج معهن إذا خرجن ويحج معهن إذا حججن ويجعل على هواديج على هواديجهن الطيالسية والطيالسة وينزل بهن في الأماكن التي تسرهن وتلك منقبة من مناقب عبد الرحمن بن عوف وثقة من أمهات المؤمنين به يحق له أن يعتز بها ويفتخر ويفخر وعد عيد استمرك مركي أي دن لي دن تور جري مركي أي بحيان ولبح جري marka ay xajinayeen wala xajin jiray hal dhamaantood isaga raaci jireen marka wuxuu sameyn jiray hawaadij hawaadij waa waxa astur yar oo la dul saaro ee ma aragtay daabad la dul saaro oo haweenka marka lagu qariyo baal marka tayaalis lagu magacaabo daaha isagu cagaaran buu dusha marka saari jiray meesha ay jecel yihiin oo dajin jiray taa marka waxay ka mid tahay sharaf oo cabdiraxmaan bin cawf uu leeyahay iyo kalsoonida haweenkii nabiga sallallahu alayhi wasallam أمهات المؤمنين مؤمنين تهو يوينك وتكلسون إذا يكون قبيم تانا وحي مؤو تهي عبد الرحمن بن عوف وحو إنه كفى عن أي تهي مركا شرف نوع ولما بلغ من بر ولقد بلغ من بر عبد الرحمن بن عوف المسلمين وأمهات المؤمنين أنه باع أرضا له بأربعين ألف دينار وناجة يوناجين تأو وناجيني عبد الرحمن بن عوف مسلمين تكو iyo ummahaat almu'miniin wuxuu gaaray dhul uu lahaa buu mar wuxuu ku biiciyey ku soo geeyey 40,000 oo dinaar fa qasamaha kullaha fi bani zahra xoolaha wixii ka soo baxay wuxuu u qaybiyey kow reer bani zahra reer bani zahra ee uu sheekhu u tilmaamayo waa halka ay ka soo jeeda aamina binti wahab oo ah nabiga sallallahu alayhi wasallam hooyadii reerkeeda wuxuu kale u qaybiyey fuqaraa almuslimiin walmuhaajiriin in alla inta tabaalaysan مسلمين كوة المهاجرين تا كوة كذا وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام هو إنك النبي قد وكسف فلما بعث إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها بما خصها من ذلك المال قالت مركي حوله أقول تلقل أقون دي عائشة مركي حولها سؤال جارين بعائشة وحي تلي من بعث هذا المال يا صدر حولها فقيل عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف صدر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز روحية النبي يروح يقول هذا كهر لا يحنو عليكن من بعد إلا الصابرون عد إذن دريل دون تاي مجر تأنيه قال الشيء إلا كوا صبر مو يعني هل كان مركا عيشة ويهي حديثا لا يحنو عليكن من بعد إلا الصابرون مركو لها إن صابرين تا مركا لو لجيدو عبد الرحمن بن عوف مركز بوانا كلمة الصبر إن قفلوا إلا كانوا حدو مركما وقد استجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبورك لعبد الرحمن بن عوف ماله إلهي مركة وحو قدره نبي صلى الله عليه وسلم دعا لي سئل أجيبه حوليه سن إلهي وبديي ولي كمان أنا هل حوليه ماشي إقال سن لكن هذا نبي حدونا فقد أخذت تجارته تنمو وتزداد بعمشتر كيسي وأكبعي وانا أبلارتي وطفقت عيره تزداد وتتردد ذاهبة من المدينة وآيبة إليها وحا إلهي قدري
waxaa la wixii yani ciir waxaa lagu waa caravan smash English ka dhaho, waa qawaafisha safarka gelaysa ee tijaariga ah ee ka baxaysa Madiina Munawara ama aadaysa meel kale ama Maka ha aado ama Shaam ha aado, iyo sii socda oo bidaca sii sida yani sii geynaya wixii Maka ama Madiina laga soo saarana xaggaas ay geeyaan wixii kalena waa la sawal saasa loo gedgediya. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu wuxuu qadaray in ma aragtay qawaafishi tijaariga ahayd bee mushtarkiisi inuu saa u kobco meel walba marka uu tago, allati min almadiinati aayibatan tataraddadu dhaahibatan min almadiinati aw aayibatan ilayha taxmilu liahliha albur, wuxuu ka bec mushtari jiray marka burkaas iyo daqiiq midka shiidan iyo duhun waxa la ismariyo oo markaa wax la wixii subaga waathiyaab dharkuu ka bec mushtari jiray waalaaniya waalasha wax lagu cuno والطيب عطورته وكبع مشتري وكل ما يحتاجون اليه يوحى الله وحدتك وباهين انت شو كشقين جدا وتنقل ما يفض عن حاجاتهم مما ينتجونه وحي رام مدينه انا وباهنين او اي سو صاران برودكت جودا وقاد جري وحو جين جري دي بداس. وفي ذات يوم ما لما ما حكم من بركه قدمت عير عبد الرحمن بن عوف على المدينه بيع مشتري عبد الرحمن بن عوف وسو واردي اي مدينه وكانت مؤلفة من 700 راحلة وحي كقوة بانتها تضرب بقل ومركا ورتيو سائس ود بجرة ثم نعم 700 راحلة لأن وحس هلما 700 جارته هي تحمل على ظهورها الميرة والمتاع وحي دوش كسي داراشين يألاب لأبعين وكل ما يحتاج إليه الناس يعني إنه من شخصي كلية تضرب بقل وراحلة وقوافل تجارية وبلركا يبقى حد له إنه سائس isu soo dabageliyo oo madiina uu keeno horo ma dhicin isagoon bay usuurtoodi fama in dakhalat almadinatu hatta rujjat alardu biha rajjan, markii bay mushtarka saa uu soo saandhigay madiina munawara madiina dhan baa isla gerilitay wa sumi'a laha dawiyun wa dajja sawahan, iyo waxaa la maqlay ilaa marka runtii waxay soo waaridaan oo bay mushtar uu soo galo magaalada dhan baa laga soo wada baxay. Faqalat aisha radiyallahu anha radwanullahi alayha, aisha markay aragtay ay maqashay bay waxay tiri ma hadhihi rajja, waa maxay marka sawaxankan iyo waxaan buuqan meesha ka jira iyo gariirkan meesha ka socda. Faqiila laha ciirun licabdiraxmaan bin cawf, bay mushtari cabdiraxmaan bin cawf baa soo galo 700 naaqa 700 oo halaado taxmilu lburra waaldaqiiqa waaltacaam, oo sida bur iyo daqiiq iyo tacaamba sida. Faqalat caisha radiallahu canha baaraka allahu lahu fima acaahu fi dunya wala thawaabi alaakhirati acdam, wixii ilaahay adduunyada ku siiyen allah u barakeeyo ninka aakhara waxaa ku sugay thawaaban waaweyn badan yahay bay tiri. Waxaa caisha markay hadlaysay nabigay maqli jirta sallallahu alayhi wasallam in badan ka hadla cabdiraxmaan bin cawf. Wa qabla an natruk an qabla an 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 tabruka an-nuq inta halahaasu aanay halka ku oroman oo meeshii aana la istaajin kaana al-khabaru qad nuqila ila cabdiraxmaan bin cawf, warkan waxaa la gaarsiiyay cabdiraxmaan bin cawf. Waxaa la yiri hadalkii ay tiri caisha baa soo gaaray. Fama in لامست مقالة أم المؤمنين سمعه حتى طار مسرعا إلى عائشة مركي خبر كيدي أم هذا كيدي وسوق قارب وحق يد اسكو بيه. وقال مركا سحر أشهدك يا أمة هوي يحنكو مخاتي قلين يا بيه إلا قفك الصوم مسلمي وهوي أته أن هذه البعير جميعها أن هذه العير جميعها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله waxaan arkaysa 700 tirada badan arkaysa wax alla waxa ay sido wixii dhabarradeeda saaran wixii suruteeda saaran ha kala reebin kulli wadada ilaahay baan ugu talagalay bimaana sadran ka boodamiyo. Faqalad ashtay ka boodi ima qorna ani ima qorna marka mushkila ma nasuqda kala duwan nasuqda kala duwan. طبعا مركي اي مقشي عائشه رضي الله عنها اما هذلك عائشه مركو غاري او دعاده بوح ويلي وحنا تردا بدن او ددكو ليا بيهين مدينه رنت اي لا يدا دن لا غوخايسو سوحان كتردا بدن اي وحا كينن اي 700 راحله انت ودد الى هبان جيب. بقي دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام عبد الرحمن بن عوف بان يبارك الله له تظلله ما امتدت به الحياه. ducada nabiga sallallahu alayhi wasallam dhammaan wuxuu duceeyay ilaahay wuxuu qadaray inay saa u harayso intuu nool yahay oo dhan xataa gada aghna saxaabati ghinan wa aktharhum tharaan, ilaa uu ka noqday ninka saxaabada ugu taajirsan ugu tanaadsan oo ugu milineysan buu noqday. Laakin cabdiraxmaan bin cawf jacala dalika almaala kullahu fi mardaati illah mardaati rasuuli,
ay tahay haddana xoolahaasoo dhan ilaahay wax raadi geliye iyo wax rasuulka raadi geliye iyuu ku bixiyey. Fakaana yunfiquhu bikilta yadayhi yamiinan wa shimaalan wasitran wa cilaana, labadiis gacmood buu saa ku bixin jiray, gacan keliya maahan, midig iyo bidix, qarsoodi iyo si muuqata, yani shilin ma reeban jirin. xayu tasadaqa bi-arbaciin alf dirham min alfida, 40,000 oo dirham oo fida, lacagahan ka hadlayna oo meesha maanta millions iyo billions iyo trillions aan sheegayno, arqaamtaasoo kale u dhigmaan waagaas marka laga hadlayo iyo macna casrigaas, marka 40,000 oo qoran u fahmay, yani waxa laga hadlay waa trillions baa laga hadlay markii la joogo mafhuumka waqtigaas. 40,000 oo dirham buu bixiyey, uma atbacaha bi-arbaciin alf dinaar dahab, hadda markaas hadana wuxuu raacay 40,000 kale oo dinaar. dirhamka waa fida, waa qalinka silverka, dinaarkuna waa dahabka, waa goldiga. uma tasadaqa bi-200 awqi min aldahab, kadibna wuxuu raacay 6,000 kale oo garaam oo dahaba. markuu intaa israaciyey, uma xamala mujaahidiin fii sabiili illah, kadib dad fara badanoo mujaahidiina oo jihaaday buu wuxuu marka uu sahay ahaan u siiyey على 500 فرس شن بقلا فرس. ثم حمل مجاهدين آخرين على 1,500 راحلة كوا كلنا وحو صحيح أسي أما جديد أسي كن شن بقل أورتي إن مركا جديد كدكتان. ولما حضرت عبد الرحمن بن عوف الوفاة مركي جريد سيسود دواتين أعتق خلقا كثيرا من ماليكه تطفر رمضان ومالكتي سا وهوستي سا هوست إيماني ورمبو حريب وأوصى لكل رجل بقي من أهل بدر ree badar oo dhan intii badar joogto ka qayb gasho mujaahidiintii intii noolayd, nin walba wuxuu u dardaarmay bi-400 dinaar, 400 dinaar hala siiya buyo. fa akhaduuha jamiican wa kaana cadaduhum 100, 100 baa meesha joogtay way wada qaateen lacagta. marka meesha ku baxday ilaa 40,000 oo dinaar buu wuxuu ku bixiyey raggii badar ka qayb gala mujaahidiinta. wa awsa likulli waaxidati min ummahaati lmuminiin bimaalin jaziil, haweenkii rasuulka sal alla alay wasalam uu ka tagana mid walbaba xoolo tiro badan buu gacanta u geliyey. xataa ina uma lmuminiin caaisha ridwaanullahi calayha kaiiran ma kanat tadcuu lahu fatuquul ilaa, xataa caaisha in fara badan ay u ducayn jirtay iyadoo dhihi jirtay saqaahu llahu min maai salsabiil, ilaahay waxaan uga baryay inuu ilaahay ka waraabiyo il jannada dhexdeeda ku taal oo lagu magacaabo asalsabiil. uma inahu bacda dalika kullihi, intaa oo dhan waayahay de xoolahan tirada badan cabdiraxmaan u ah saa u qufaysid aawa dadkii dadkii aad dhashay aawo, kuwii kula dhashay aawo, miyaanay xaq lahayn oo diintuna ku dhihin xaqooda ilaali, waa kan marka. uma inahu bacda dalika kulli, waxa uu bixiyey kadib haddana khalafa liwarathatihi maalan la yakaadu yuxsiihu lcad, wuxuu ugaga tegey warathadiisii xoolo aan la tirin karin, yani wax xoolada marka tiraday ka bateen. maxaa nabiga sal lay sl ducadiisa baaraka allahu laka fi maalik ma sahlana, waxaana soo mara anas markii loo ducay, maxaa lagu ducay, owlaad baa lagu ducay, markaasuu 100 googo arkay wuxuu dhalay, waxay sii dhaleen, waxay sii dhaleen buu joogay. xoolaa ninkan lagu dayay waa kan, cilmi ba cabdiraxmaan cabdillah maaragtay ibn cabbaas lagu dayay waa aragtay, adduunka dhan saf sidii loogu jiray, yani waxaa nabi sallallahu calayhi wasalam ducadiisu dhulka ma dhacdo. xayu taraka 1,000 baciir, wuxuu ka tegay 1,000 rati wa 100 faras, 100 faras wa 3,000 shaah iyo 3,000 oo markaa ariya. وكانت نساؤه 4 حفر دمرنا ولا حاسة فبلغ ربع الثمن, يعني إلا طبعا مركي ونكا ودنتو أفر حاسنا أولي هاي إله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل وطن أولي ولكم في للذكر مثل حظ الأنثيين, أم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلهن الثمن. القرآن مركو تمام ويحمد الربع ربع ثمن كيني سيدي الدلال دلال الذي خص كل واحدة منهن 80,000 مد والبابا حكو سؤال دي سديتان كن, يعني مركي راركينا انت مد والبابا ايهلي سحاس والبابا ولا ليه يبحو دالان انت ايهلي محل قياس كرما. وترك من الذهب والفضة, ذهب يقل مرك الله يسكت ضره وحو كتغنى ما قسم بين ورثتي بالفؤوس حتى تأثرت أيدي الرجال ما من تقطيع هير وحا لقاري مرك الله قيبين الرقة إنا يسوقعتان فاسس سيدهب كمرك الله وكالك ضره iyo qabdiga yani iyo fidada oo xataa raggii yani waxa ay tiro badnaan ka qabto iyo dahabkan meesha uu gaarsiisan yahay raggii faasiska watay xataa gacantooda dhaawac baa soo gaaray, yani meel kala geeyaa la waayo. waxaanu xoolaha markuu bixiyey dahabki meel la dhigaa lala'yahay, fidada meel la dhigaa lala'yahay, xoolihii meel la dhigaa lala'yahay, faraskii meel la dhigaa lala'yahay, maxaa duacada nabiga sal alla alay wasalam.
كل ذلك بفضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في ماله وحصل على أرخي سنة والنبي قد عديسة إن حولي صلى الله بارك. لكن ذلك المال كله لم يفتن عبد الرحمن بن عوف ولم يغيره حولها ترى ضبضا أتركي سيد عبد الرحمن كما في النوب من أن بدل. فكان الناس إذا رأوه بين مماليكه لم يفرقوا بينه وبينهم مركو لجو كون مركا شقاليه مركو لجو إسجي شقاليه لما كان لقرنجن لرقار أو وطن مجرد دابت قار وتيود كدونا ما يعني فعلين عادي لي معنى ذكي كل حجر. وقد أوتي ذات يوم بطعام وهو صائم ما لما ما حكينا الرشين لو كان يسقى صوم فنظر إليه ثم قال رشينك صائم تو إنه ولا راعي بيقول لقد قتل مصعب بن عمير وهو خير مني نيك مصعب أها صحابي ولا دليل يسقى يا خير بضم فما وجدنا له إلا كفنا وح أنك كفننا وان وينبي إلا كفن إن غطي أو غطى رأس عبادة رجلاه دي مدح يسوي ضبوله لبس اللغة المقنية وإن غطى رجليه بدا رأسه هدي لبس اللغة المقنية ما رح يمقنس يعني مصعب بن عدوك رير رقم بكسر تبي نيم فوق حر وانجري وما عرفت لبس كان قد ضبيه وتلاقي له درتي وما شو يم مركو دين تلو حال لو وايب وحمرك حتى كفن لغة دي مركو تحسس استبي ثم بسط الله لنا من الدنيا ما بسط إلهي أنت سو نسيب لي نذكر نجا خير كبنانا ساسا لغو حبالي كشهيدين يغو حمرك حتى كفن لو قدي لوي واني لاخشى ان يكون ثوابنا قد عجل لنا وحن كم بقى يا بيل ابا المركي الهي نغوت لك الاخر ان ادويد نغسي وراشين يرد ونو سومي محصوما يا اداب ابا صوما انت صومك خيرنا. ثم جعل يبكي وينشد حتى عاف الطعام قويل مركز الدقائق ورنت يسيب بانه الا راشين كي كتي عنوي ولذلك وحالت الماما انه هذا كهر مركي راشين كالا صهر دقي يري وأقري آيات سورة الأحقاف عن كبق إن صوغ لدتك اللي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وعلى لوحي مع معانا قول لدن كبوتها لقالي الدنيا الكسرة لما يستين هذا نحوي ما يشن كل هدين إن صوغ لنا كبق لأني كيلو طوبى لعبد الرحمن بن عوف وألف غبطة لانتي جنة وهاتي جنة يخير يوناق ودن كن جارنا نين لجنتوي فقد بشره بالجنة الصادق المصدوق محمد بن عبد الله نبي محمد بعد جنة أبو بشاري مرك هلا ياب المرك إن لي هذا إن نول أضاء كلا وضد الصعدة وماشت فريست فريسانة واحد عند دعونا إن لي هذا إنك وأهل الجنة مركو لنتوب بكحت. وحمل جنازته إلى مثواه الأخير خال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص جنازيسي وحاح بارد وقلبي جي هل كل روح بالي لها نبي أتي وها سعد بن أبي وقاص وصلى عليه ذو النورين عثمان بن عفان ذو النورين وعثمان بن عفان محايل وحو قرسل لها ويني والنبي صلى الله عليه وسلم الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم وضلي من مكة لما تمدك الاستقام أهدنا ومكة أهدنا قرسل وشيعه وحاج جنازة الراعي أمير المؤمنين المكرم الوجه علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب وضلك جنازة الراعي وكدر وهو يقول استقوى له اذهب فقد أدركت صفها واتيك التالي دقاق وحا صفو جيدا انت اذا سافق الدنيا رجع انت كلكتي وسبقت زيفها يرحمك الله وحل وحي الدنيا وليتنا واتكتك تبيري الله كون حريصا هل كان وحا كل انتي رضي الله عنه ارضاه هل كان من العشرة المبشرين بالجنة قبل قبل بإذن الله سبحانه وتعالى كوهرت كتاب ان شاء الله سبحانه وتعالى ونوص عندنا وكتاب كوكب ملاوي مجلدات وفوليوم 1 وفوليوم 2 ولمن هيك كي كود من هاف كذا ما ينن. سي مركا إن شاء الله صورت قال إنه قلنا قلت إلهي نحن جالسية رمضان هكلا إن أنا صحابيات كأما تابعين تلو جدبو ويجندية أن أقرن دونا بإذن الله سبحانه وتعالى سي بوصي تفصيل كود بحجري كتاب فقهي بالسعودة لكن وحنا سكون دينا جدو كنا وكل دون السو كتاب هو السعودة على الأقل مركي اللي يراه ذو سنة كوا كونتن أسبوع ولا بدرس مركي اللي جرين وبقول بقول كان بقول الصحابة صدا مركا تورتوس دحديت ووالا مقناري فصحي دعوة لآذي إلا تدوات تسديت السحابة وانك جارسين كرنبي الله سبحانه وتعالى طوام قبل قبدي وعي الله سبحانه وتعالى وقام هم نقينا التوفيق وانه وفجي صدا كما نوضع حرير كأه إن آنو لنو لأن هؤلاء الصحب الكرام إلهي محاوي ديسنا خير كاس إيدين كأي كتاقين ضد إلهي وكو أرزق إنا نقنو وكو عمل فلا إلهي سبحانه وتعالى صون كان أقبله
إلهي صلاة إن أقبله أو قراءة إن أقبله إلهي كمان دي صون كنا جدا بإلهي النوسع العليو إلهي إن وافجي أنت معركتي ممتدت بين الحياة هو مركا صون والبابا كيف قالت إلهي سبحانه وتعالى أنت إلهي سبحانه وتعالى عمري جينا إلهي إن هبرك إلهي بوجي سننا خصاصا قروح بضم الصحابة أم كم نقول هذا علم نقول هذا التقوى نقول هذا زود نقول هذا الليل نقول هذا القرآن نقول له إلهي وحنا قصي إلهي سبحانه وتعالى سيعودنا وحنا كلام ما هاد إسكاله دمان علماء معركة جزاهم الله خير الدين كان نسوق قرسي سي خيرك كان نو ترتر سي سي إلهي سبحانه وتعالى أنت نالنا الله دم بيقول هذا في أنت دم تاني إلهي قبور تظهر نوري والدين تاني إلهي سبحانه وتعالى دم بيقول هذا في خيرك صابنا وها وأفلا تنكسع إن أنا حبرنا كشقين جل إلهي الدم بيقول هذا في قبور تظهر الله نوري وحنا ما هاد جارة إسكاله كو ولا ليه جارهان دكينا صوتكنا ودقيسنا ملف فوق إملي إلهي سبحانه وتعالى هذه البركة قفل المراد واللي مراد كيس سهله وحكله أيضا رنتي شكر جارة دعاء جارة أنا متجست ولا لها ميديا جارة نك إسماعيل هو سأوس تجنا الأركيس يا عبد العزيز ماشي تجنا السويد إنه نوفر ديو ولا لكن يحيى ونهجي مقدشة ونوفر ديو ولا لكن حسين وسنا ونهجي نيروب ونوفر ديو معركتي ولا لكن نور وهل كان نجح جي هي فروع كل الدول وأمريكا وأستراليا كل أنت حري رجع صدام وحب تجناين خير خلينا يعني نبهيان نقول بمراد بقول له مراد يسأل الله سهله نقول بقرب باه يسأل كل بيسأل الله قاضه سيب النور ويل بقى كحنا إلهي سبحانه وتعالى وعافيه فحكوا ما هذا إسكال إمام ملك الناس وستجلي وقلب كان ناك يعني هوش يسوي كي أدي إيه إلهي سبحانه وتعالى بيقول هذا في إله بركة وحكوا ما يونا الدعاء رنتي متيس دتك أفرق الناس الصمي intaas innaga aan xaq rasanayna wardinayno dad baa jikada ku jira rag iyo dumar bal ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha barakeeyo dad baa wax la baxay oo yiri dadka lagu afuuri ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha barakeeyo ilaahay waxa weydiisanayna qof kasto khayrkan u soo taagna in ilaahay subxaanahu wa ta'ala aba markiisa uu siiyo yawma la yanfa'u maalun wala banun yawma la yanfa'u maalun wala banun gabagabadii waxaan dhihi lahaa aakhirka waxaan leeyahay billahi tawfiq walahu alhamdu wal minna innahu jawadun barru'ufur rahim wa sallam ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم.